بسليمانية يختلف الموضوع. قائم مقام شكل لجنة لمراقبة الأسعار، مو كل شخص يبيع بكيفه وبسعر اللي يعجبه، لا، هناك لجنة لمراقبة الأسعار المواد الغذائية وصلاحية المواد. كاميرتنا كانت هناك وأعدت لنا هذا التقرير. أسمى تحية كل مشاهدي متابعي برنامج أهل المدينة. نحن الآن في السوق الرئيسي الكبير، سوق السليمانية. حضرنا مع إحدى لجان قائم مقامية المدينة حتى نراقب تسعير الأسواق أو أسعار المواد الغذائية لاستقبال شهر رمضان المبارك. معنا كاك برهان رئيس اللجنة، راح يعرفكم أكثر على تفاصيل هذا الموضوع. أم كاتو باش كاك برهان. كاتو باس باسكم بخير بين باسان. زور باس. كاك برهان توي بمان باس كيك بو أي وليرة أمادر. إما توين بدو هذا شنو بو كالو كلو فلانا كين كواب بداوسي بردوامي هاولاتيان روجانه وكاريان وك مواد غذائيه وكلو بالباب تاني كخطانا يعني بين هاولاتيان بداوسي هاولاتيان اما درباري اسعار درباري مواد بسر شو بدو هذا شو نكين هندجار هاولاتي سكالا كاندجار خمان سكالا مانا الى سر شان كاسيك. طبعا كاك برهان يقول انه احنا اليوم حاضرين اللجنه، هم اربع اعضاء، حتى نراقب تسعير المواد الغذائيه ونراقب ايضا المواد اللي منتهيه صلاحيتها ونراقب اسعار المواد، لانه وصلتنا اخبار انه يقولون اسعار المواد الغذائيه لاستقبال شهر رمضان المبارك انه هي تقريبا مرتفعه. اي او اجراءاتك هي كاستلرا جبجيك؟ اجراءاتها كانت شيء مفصوله سربيتشي قبل زانين زياده زود برشاو هي الاسعار ما وصلي بوكينو سداني اللجنه بعلاقه دوار ريال لا لجنه بالايا اوان اجراءات نهائي لا اوان كري لا لجنه بالا سزا كان تشي اگر وك بزا كان هند جار يكم جار غرامه يا دوم جار تر او بي اجراءات بي جوري جراند فروشه كان بي جوري چنم جار بي سفي شكل بي اجراءات تري لغلا كري هند جار دات گايت هند جار تعودي تي هند جار او اجراءات كان قرصة مرحلة بمرحلة في جوني سبب شقي. طبعا يقول إجراءات أن نتخذها أنه إذا شفنا طبعا أكو عقوبة في حال حدثت مخالفة في ارتفاع، يعني التاجر عندما يرفع يزيد من أسعار المواد الغذائية، فيقول في البداية أنه هي إحنا نكتب له وصل، وأنه اللجنة هي اللي تحدد مدى الغرامة. أول شيء يكتب له غرامة، ثاني شيء يمكن يكون تعهد أو الغرامة تكون أكبر، فاللجنة هي اللي تحدد. كأحد أصحاب محلات بيع المواد الغذائية، شو رأي حضرتك بإشراف اللجنة لقدوم شهر رمضان المبارك على هاي الأسعار؟ يعني قصدك أسعار يعني شلون ليجي عاد ليجي ينزل؟ نعم. هو بالنسبة لرمضان كل واحد برمضان ما يروح للشغل، ما يروح لل يعني بعيد مع مكان بعيد، بس كل وقت يشتروا البضاعة هالوقت للمواد للمدة رمضان. يعني حتى لما كل واحد يشتري بعدين يصير شوي اغلى، ونوبات بالتركيا يزعد، بالخارج يزعد، من يجيبون يتاخر على مود هذا يزعد. يعني حضرتك هسه الاسعار شلون هي يمك مثل ما هي بالايام الاعتياديه؟ هسه اعتياديه نفس هسه بالنسبه لعنا كلها هيك، كل محل هيك. يعني مثلا بس يتغير بالنسبه المواد المفرديه بالغارب، يعني بالماركتات بالهذا شوي نوبات يتغير. إيه بس بالنسبة للسوق جملة واحد، هذا أنا أبيع غالي، هذا يبيع نفس السعر، بعدين ما يشتري مني، لازم كلنا سعر واحد. يعني هسه الشاي بيش حضرتك تبيع؟ دو غزال. أم شاي بس ما بس يعني ما. شو غزال؟ أربعة ألف ثلاثة. وزيت. زيت بس أنا كرتون. سي غزال. 30,000 كرتون. إيه. والتمة؟ وطمن كله حسب شو اسمك، حسب ادعب الجملات ونوبات، مثلا اكو نوعيه بيها ريحه هذا ما يمشي من سعر ينزل. اذا يعني كل واحد يعني يدور اكثر ناس يدور بضاعه زينه وما يهم ما يشتري، بس سعر مو ماكو اختلاف قليل قليل. يعني سعر مناسب نقول مناسب مناسبه، وبس شنو نوبات مثلا واحد يشتري اغالي يبيع اغالي، يعني يشتري رخيص يبيع رخيص، يعني ما حد يحب يبقى رزقه. لازم ليش نفتحنا محل حتى نريد نبيعه.
اليوم بدي اشوفك مسوق رمضان. اي والله ان شاء الله اليوم سوقنا رمضان، جزء من مسواق رمضان. نعم. وهنا الامور زينه والحياه طبيعيه والاسعار مناسبه. يعني ما شفت ارتفاع بالاسعار مثل حالها حال الايام الاعتياديه؟ والله هنا بكردستان الاسعار مناسبه وزينه والحمد لله والشكر عايشين. الحمد لله والشكر على كل شيء. نرخ لعبه رايزه شونا بونونا كنا نرخي بانير. نرخي بانير اوانيك العراق وداغله بيبو عقبه للريبه غا وكاله دكان اللي بغاها هي. يا مبتشين بكري نواني ريغانيا هموي جرام بوا كارتوني ل 5 دولار او تا 6 دولار 7 دولار جرام بوا هر يك ماده جنيه لاني دم ماده هبه او يكلي ويا سركيشن. طبعا اعتباره احد اصحاب محلات بيع الالبان فيقول انه سعر الاجبان جدا او مرتفع، كل كرتونه من 5 الى 6 دولارات، يظل تقريبا 10 انواع من الاجبان انه هي مرتفعه بسبب يعني انسداد الطرق بين بغداد والسليمانيه، وعندما ما تفتح الطرق فاكيد راح تعود الاسعار كما هي في السابق. نتمنى ان التجار واصحاب المحلات ان يحاولون ما يزيدون من الاسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، وخصوصا احنا مقبلين على شهر رمضان المبارك رأفة بحال الفقير. كل عام وجميع المسلمين والعراقيين بألف ألف خير. دون تقرير آخر في أمان الله.